إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سينا. إذا متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 4963 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 1,002,084 متابعينا الكرام، بينما تم تسجيل 7 وفيات ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 14,911 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 996 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافين بالمغرب إلى 951,405 حالة، بينما المستفيدون والمستفيدات من تلقيح الجرعة الأولى وصل عدد ديالهم 24,591,296 حالة، بينما المستفيدون والمستفيدات من تلقيح الجرعة الثانية وصل عدد ديالهم 22,974,065 حالة، بينما المستفيدون مستجمد تلقيح الجرعة الثالثة وصل عدد ديالهم 3,431,636 حالة. فالضرب إلى سجلات 2,224 حالة وحالة وفاة واحدة، نواصل 180 حالة، محمدية 137 حالة، برشيد سجلات 121 حالة وحالة وفاة واحدة، مديونة 71 حالة، جديدة 68 حالة وحالة وفاة واحدة، سطات 26 حالة، بن سليمان 4 حالات، سيدي بنو 3 حالات، الرباط 376 حالة، سخيرات تمارة 324 حالة، سلا 204 حالة، قنيطرة 98 حالة، سيدي سليمان 12 حالة، الخميسة 5 حالات، سيدي قاسم حالة إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة، مراكش 385 حالة وحالة وفاة واحدة، آسفي 57 حالة، اليوسفية 43 حالة، الرحامنة 31 حالة، قرعة الصراغنة 25 حالة، شيشاوة 25 حالة، الصويرة 5 حالات، والحوز حالة واحدة، أكادير 121 حالة، إنزكان 29 حالة، تارودان 9 حالات، طاطا 3 حالات، تيزني 2 حالات، طنجة أصيلة 65 حالة، تطوان 20 حالة، مضيق الفنيدق 9 حالات، وزدان 3 حالات، حسيمة 3 حالات، شفشاون 2 حالات، فحص أنجرة حالة واحدة، بينما فاس 62 حالة، مكناس 9 حالات. متابعينا الكرام، تازة 9 حالات، بولمان 4 حالات، الحاجب 4 حالات كذلك، ومولا يعقوب 2 حالات، بينما صفرو حالة واحدة، الرشيدية 34 حالة، زاكورة 19 حالة، وردة 8 حالات، وتينير 6 حالات، بن ملال 18 حالة، خريبكة 11 حالة، خنيفرة 7 حالات، فقي بن صالح 7 حالات، أزيلان 6 حالات، وجدة 10 حالات وحالة وفاة واحدة، الناظور 21 حالة، جرادة حالة واحدة، وبركان حالة واحدة، العيون 7 حالات وحالة وفاة واحدة، بوجدور 3 حالات، واد الذهب 10 حالات، قلميم 7 حالات، سيدي إفني 2 حالات، وطانطان حالة واحدة. إذا متابعينا الكرام، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 4963 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 1,002,484 حالة،
بينما تم تسجيل 7 الوفيات ليصل بذلك إجمالي الوفيات في المغرب إلى 14911 حالة. بينما لله الحمد والشكر تم تسجيل 966 حالة شفاء إضافية ليرتفع بذلك إجمالي المتعافي في المغرب إلى 851405 حالة. كنت معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.